مساء الخير دكتور صلاح زاهر، استاذ طب الاطفال. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا كان عندنا نشاط متميز في اسكندرية بينظمه مركز اسكندرية طب الاطفال، وهو حكاية صحة. النشاط كان النهاردة جيد جدا بالرغم من العواصف اللي حصلت الصبح، لكن عندنا حضور جيد، امهات واطفال وناس مهتمة تسمع توعية صحية في مجال طب الاطفال. عندنا متحدثين كتير اتكلموا في مواضيع كتير، اتكلمنا في العناية بالجلد في الاطفال، اتكلمنا في صحة الطفل النفسية، اتكلمنا في تغذية الاطفال، اتكلمنا في موضوع حيوي وهو مخاطر التعرض للشاشات الالكترونية، بنقصد الفيديو جيمز والفيسبوك وكده. يعني هدفنا هو التوعية الصحية للأهالي، وهدفنا في النهائي هو ان احنا نحسن صحة اطفالنا ونخليها دايما صحة جيدة، ونعلمهم السلوكيات الصحيحة في الحياة المرتبطة بالصحة. اعتقد بالنظر لنجاح النشاط السنة دي والسنة اللي فاتت، لان كانت اول سنة لينا السنة اللي فاتت، ان شاء الله هيكون في سنة تالتة، وانا يعني حابب جدا انكم تتواصلوا معانا علشان تحضرونا فعليا في السنة التالتة ان شاء الله في حكاية صحة.